بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نتكلم عن جملة if statement في الجافا سكريبت. عندنا حالتين الـ if. if إذا هيجي بعدها شرط، إذا كان هذا الشرط true هينفذ الأمر اللي داخل البلوك ده، داخل بلوك الـ if. والحالة التانية، طيب إذا كان الشرط false مش هينفذ هذا الأمر. يبقى الحالة الأولى إنه هيبص على if، هتبص على الشرط ده، إذا كان true هتنفذ الأمر، فولس مش هتنفذ الامر. الحاله الثانيه ان اف يبقى فيها شرطين او اكتر. اف هتبص على الشرط ده، اذا كان ترو تنفذ الامر اللي في البلوك ده، فولس هتنفذ الامر اللي في البلوك الاخير اللي هو بعد ايلس. يبقى هنا اف ترو نفذ الامر ده، اف فولس تنفذ الامر ده. تعالوا نبدا ناخد مثال عملي ونشوف الدنيا هتتضح اكتر. وهنا هنعمل الباضي على طول عشان ما ناخدش وقت، ونقفل الباضي. وبعدين جوه الباضي هنعمل كود الجافا سكريبت. سكريبت تايب تساوي دبل كوتيشن تكست شرطة مايلة جافا سكريبت، ونقفل دبل كوتيشن ونقفل كده، ونقفل التاج بتاع الجافا سكريبت. هنا هنكتب ايه؟ هنفترض ان احنا هندخل درجات الطالب عن طريق نافذة تظهر برومبت لليوزر تقول له انتر ديجري، انتر ايه ديجري. طيب بعد كده هنقول اف. اف بقى هتبص على الشرط اللي في القوس ده، ديجري دي اكبر من او تساوي 50. والله اذا كانت اللي دخلها اللي قاعد على الجهاز اكبر هيدي شرط، وادي البلوك بتاع اف. وهنا هنطلع رساله او اليرت كده، بس يعني لو يبقى هنا عندي اليوزر هتظهر نافذة هيدخل درجة. اف هتبص على الدرجة اللي دخلها اليوزر وتقارنها بال 50. إذا كانت أكبر من أو تساوي 50 هتطبعي بس. طيب مش أكبر من أو تساوي 50 مش هتطبع حاجة. تعالوا نشوف الكلام ده هيمشي إزاي. هنحفظ مثلا example.html اي حاجة. هنا نقول فايل، هنا يونيكود، وعلى سطح المكتب، وسيف، ونشوف فين هي على سطح المكتب. اهي هنعمل عليها دبل كليك ونشوف الناتج هيبقى ايه. طبعا ما ظهرتش ان في خطأ هنا. سكريبت هنعمل كنترول اس ونعمل ريفرش طلع لي. طيب تعالى هندخل كده 61، درجة الطالب 61 هيطبع ايه؟ هيطبع بس، طبع بس. طيب تعالى احنا ندخل اقل من 50، يعني مثلا 49 ما طبعش حاجة. يبقى تعالوا نعدل الكود ده بحيث ناخد جملة اف المركبة. طيب احنا هندخل، طيب تعالوا هنا نضيف على دي مثلا else، خلاف ذلك بقى وادي البلوك بتاع else، ونفتح البلوك كده ونكتب هيطبع مثلا alert fail. يبقى اليوزر هيدخل قيمة هيحطها البرنامج في دي، وبعدين تبص عليها اف. اف هتبص على دي، اذا كانت اكبر من او تساوي 50 هتطبع بس.
خلاف ذلك هتطبعي ساقط. تعالوا نجرب ونعمل ريفريش. هندخل مثلا 40، قال لي في ساقط. طب تعال ندخل الفريش تاني، ندخل مثلا 60، قال لي ايه بس. يبقى دي جملة اف بسيطة وجملة اف ايه المركبة، جملة اف البسيطة وجملة اف المركبة. طبعا احنا خدناها، ممكن انا اعمل ايه، ادي دي هنا كده واحط قيمة 50 أو 51، يبقى انا لغيت اليوزر خالص من القصة. بس طبعا اللي احنا عملناه ده اكثر تطورا، دي ابسط شوية. تعال نعمل ريفريش بس. ليه؟ لان انا مدخلت قيمة كام؟ 51. ال 51 اكبر من 50، ايوه، يبقى الشرط هنا ترو، هتطبع بس. تطبع ايه بس؟ طب لو انا غيرت دي كده ل 41 وعملت سيف، نعمل ريفرش، قال لي فيل. قال لي ايه؟ فيل. يبقى انا في الاول خدت التمرين اكثر تعقيدا شويه وبعد كده جيت بسطته، لكن طبعا الافضل ان يبقى في حوار بينك وبين ايه اليوزر او بين الصفحه بتاع ال HTML والجافا سكريبت. مهمه الجافا سكريبت تعمل انتر اكتيفيتي مع اليوزر، يعني مثلا تدخل على صفحه بنك، تدخل تدخل باسورد ويوزر نيم، يقول لك لا ده غلط، ده جافا سكريبت، دي هي اللي بترد عليك وتقول لك لا ده الباسورد غلط، ده الباسورد صح. سواء بتدخل على بنك، على مؤسسه، على اي موقع شغال بالباسورد، تدخل بياناتك على البريد الالكتروني يقول لك لا ده الاسم ده خطا، ده وهكذا. فميزه الجافا سكريبت انها بتعمل انتر اكتيفيتي ما بين اليوزر وما بين ايه الموقع اللي انت داخل عليه. يبقى دي جمله اف في الحالتين البسيطه والمركبه، البسيطه وايه والمركبه. طيب ايه رايك لو احنا عملنا برنامج، يعني في فكره شويه، هنقول النمبر ايكوال برومبت وهنا انتر ذا نمبر. وبعدين هنقول اف ان، العلامة دي خدناها، تو تساوي زيرو، يبقى اعمل ايه؟ اطبع، هنشيل بلوكات دي كده، هي بلوك واحد كده، alert the number is even، يعني رقم ايه زوجي. else ده البلوك بتاع اف، إلس تفتح البلوكين مع بعض كده عشان ما تغلطش، قوسين باصين على بعضهم، ها alert the number is odd. تعالي نشوف برنامج هيعمل ايه. هنحفظ بنفس الاسم بعد نعمل ريفرش. بيقول لي ادخل النمبر، هدخل مثلا 10، قال لي النمبر كام؟ ايفن. طيب تعالى نعيد تاني، ادخل هنا ادخل مثلا 7، قال لي اوت. ايه تفسير الكلام ده؟ ان انا لما هدخل الرقم، انا اول مره دخلت 10، ال 10 لما اقسمها على 2 هيتبقى زيرو. طب الزيرو هتكافئ زيرو، ايوه، يبقى الشرط هنا ترو، يبقى هيطبع اللي في البلوك الاول اللي بعد اف اللي هي الجمله دي الرقم ايفن. طب انا المره الثانيه دخلت
7. طب ال7 لما اقسمها على 2 هيتبقى 0، ده الريميندر باقي القسمه، لا هيتبقى 1. يبقى اللي هيتبقى اللي هو 1، 1 هتكافئ او تساوي الزيرو؟ لا، يبقى الشرط هنا فولس، يبقى هينفذ الامر اللي بعد else. يبقى 10 الريميندر بتاع قسمه ال 10 على 2 هيبقى 0، باقي القسمه هيساوي 0، يبقى الشرط ترو هيتبقى دي. لكن 7 divided 2 الباقي بتاعها هيبقى 1 الريميندر، ال 1 هتساوي 0؟ لا، يبقى الشرط فورس اللي هنفذ اللي بعد إلس. ده التمرين التاني بتاع مين؟ اف. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.